بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لو قال لك شخص اجلس معي أقص عليك قصة أو جاءتك قصة على جوالك لجلست واستمعت إليها واستمتعت بها. الله سبحانه وتعالى غرس في النفس البشرية حب القصص، وجاء القرآن مليء بالقصص، والله تعالى قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. فمهما سمعت من القصص في الدنيا لن تكون هذه القصص مثل قصص القرآن الكريم، إن الله جل وعلا قال لك: نحن نقص عليك أحسن القصص. وهذه القصص أيها الإخوة في القرآن جاءت للعبرة والعظة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما هو نصيبك يا أخي من الاستفادة من هذه القصص؟ في كلمة هذه لن أقص قصة، بل أدعو نفسي وإياكم إلى الوقوف مع قصص القرآن. وأكثر قصص في القرآن هي قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذكر الله تعالى 25 نبيا في القرآن بأسمائهم، ومن لم يذكر أسمائهم أضعاف مضاعفة. هل تعرف هؤلاء الأنبياء؟ ما هي قصة كل نبي؟ وهل علمت أولادك ما هي قصة نبي الله زكريا ونبي الله إدريس وذنون وغيرهم من الأنبياء كثر؟ مثال واحد لهؤلاء الأنبياء الكثر هو موسى عليه الصلاة والسلام. في القصة الشهيرة التي نحفظها ونعرفها في فرضية الصلاة، لما كتب الله على نبينا عليه الصلاة والسلام 50 صلاة في اليوم والليلة، قابل محمد عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة، فسأله موسى عليه السلام فقال عليه الصلاة والسلام: نبينا فرض الله علي وعلى أمتي 50 صلاة. فقال موسى عليه السلام: يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فخففت إلى 40 و30 و20 و10، ثم 5، وقال موسى: ارجع إلى ربك يا محمد فاسأله التخفيف. فقال عليه الصلاة والسلام: إني استحييت من ربي. لماذا موسى عليه السلام سأل نبينا عليه الصلاة والسلام أن يخفف الصلوات؟ قال: فإني قد عالجت بني إسرائيل من قبل. فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش وأهل مكة مشابهة جدا لدعوة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. فأكثر نبي ذكره الله في القرآن هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. ذكر الله مواضع لقصة موسى في مراحل متعددة في 22 موضعا، وذكر الله اسم موسى في القرآن 73 مرة، وكل هذا يدعون للتأمل مع هذا النبي العظيم. تأمل يا أخي في قصة موسى عليه السلام قبل أن يولد، ذكر الله اسمه وقصته، ثم بعد أن ولد، ثم قصته في اليم، ثم كيف عاش في قصر فرعون، ثم كيف قتل القبطي، ثم كيف ذهب إلى مدين، ثم كيف تزوج في مصر، ثم كيف أوحى الله إليه بالنبوة، ثم كيف جادل فرعون في قصة السحر التي ذكرت في 3 مواطن و3 سور من القرآن، إلى غير ذلك في قصته مع قارون ومع الخضر ومع العجل ومع السامري وغيرها من المواقف الكثيرة التي تتعجب من هذا النبي العظيم. أين أنت يا أخي عن التأمل في هذه القصة العظيمة ومع هذا النبي العظيم؟ هي دعوة لنا جميعا أن الإنسان يتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى ويحيي قلبه بهذه القصص العظيمة التي أمرنا الله تعالى بقصص الأنبياء بالاقتداء بها، فقال: فبهداه مقتده، أي تقتدي بهؤلاء الأنبياء وكيف عاشوا هؤلاء الأنبياء فتعيش وتسير على ما ساروا عليه. اجعل لنفسك يا أخي مع زوجتك وأولادك في البيت درسا أسبوعيا في تأمل آيات الله وقصص الأنبياء، وقصص القرآن كثيرة، واجعل لنفسك حضورا في درس تستمع إليه في تفسير القرآن. وفي هذا الجامع المبارك عدة دروس، ومنها ما يقام في هذه الليلة بعد هذه الكلمة لشيخنا الدكتور فهد الشتوي أيضا في التفسير، وغيرها من مجالس العلم. لا يمر عليك الشهر والشهرين والثلاثة وأنت لم تقف مع لك كلام الله ولم تستمع لهذه القصص التي هي حياة لقلبك، فلا يحيا قلبك إلا بالقرآن.
وإلا بتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، واغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.